السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. يا ستروان الفيزا اللي قلت لك عليها، فهمت؟ هذه البانة متاعها، معناها توني خرجتها وكولي كيرا تمشي الصباح، فهمت؟ تخدم تكعرر شوية وتخدم، فهمت؟ عادي نورمال، ما هيش نقول احني ما تخدمش ولا حكاية. المشكلة تو هك تشوف تشد في رولانتي مش ما تشدش، وكولي كيرا تمشي بها شوية ممكن 50 متر 100 متر ونقول احني وتغط في الكياس وتسكت. تو بركني معناها كنت بها في وسط البلاد، ما بارتي معناها مش بعيدة ياسر، وسط البلاد بعيدة على الدار ممكن 50 متر ولا 100 متر. نفس الشيء معناها خدمتها صباح سخنت مشت عادي تمشي عادي، لا هي تاكل في الليسانس ولا هي تاكل في الزيت ولا حد شيء، معناها هاك تشوف. اسمع شفت ولا ها؟ معناها من الضربة برك تمشي راهي، ثم تخدم الضربة برك يا سي مختار، وبالرغم كل شيء بدلتهولها معناها. معناها فلتر جديد، فلتر زيت جديد، البطارية جديدة، المية نتاعها زادا مبدل فيه، الكربيراتور هذيك عرفتها العادية هذيك، ثم المشكلة نتاعها تكسيلاري، شفت الغطة ولا لا فيها؟ معناها تسقط بعدين تمشي شوية تسقط. تكسيلاري تو هكا عادي، حتى متاع الليسانس هذيا بدلت الكوشتات متاعها كل بدلت من الجفن، كل شيء ما خليت ما بدلت، حتى الرادياتير وكل شيء قلت الرادياتير ما ربي الريزرفوار وكل شيء معناها عاودت نظفتها الكل. هذيك هي هذيك المشكلة تو في هذيك، تمشي شوية بيا تو وتسكت تغط. ها حتى البوجيات نستعمل في البوجيات هذونا، ها عرفتها ما هذونا، فهمتني؟ مانيش عارف ني تو والله لقيت حتى حل فيها. ها تمشي ها تكسيلاري وتجاوب الكهرباء عادي، فهمت؟ كل سخانة هاني براسك سخانة عادية، فهمت؟ نمشي بها مش ما نمشيش، تمشي شوية تو كيما هكا وبعدين تغطها. وليت شعامل لي وليت عامل كابل، فهمت؟ ونسرح في الجقلاب، ما عانيش نمشي عليها جملة، فهمت؟ هذيك المشكلة فيها شنو تو حرت والله حرت. يمكن أن يكون هناك عدة أسباب لتوقف سيارة سيتروين فيزا فجأة أثناء السير. من بين هذه الأسباب، 1- نفاد وقود السيارة. قد يكون السبب الرئيسي لتوقف السيارة هو نفاد وقودها، وبالتالي يجب على السائق التأكد من كمية الوقود في الخزان وإعادة تعبئته إذا لزم الأمر. 2- تلف البطارية. إذا كانت البطارية قديمة أو تالفة، فقد تتوقف السيارة فجأة، وبالتالي يجب استبدال البطارية. 3- خلل في نظام الوقود. قد يحدث خلل في نظام الوقود مثل انسداد فلتر الوقود أو عطل في مضخة الوقود، مما يؤدي إلى توقف السيارة فجأة. 4- عطل في نظام الإشعال. قد يكون هناك عطل في نظام الإشعال مثل تلف الشمعات أو الكابلات، وبالتالي لا يمكن للمحرك العمل بشكل صحيح. 5- عطل في نظام التبريد. قد يؤدي عدم عمل نظام التبريد بشكل صحيح إلى ارتفاع حرارة المحرك وتوقف السيارة فجأة. 6- خلل في نظام الفرامل. في حالة وجود خلل في نظام الفرامل، قد تتوقف السيارة فجأة، ويجب على السائق إيقاف السيارة بأمان في أقرب مكان وإصلاح الفرامل. على أي حال، يجب على السائق التحقق من جميع أنظمة السيارة وإصلاح أي عطل قبل مواصلة القيادة، وفي حالة عدم القدرة على تحديد السبب، ينصح بالاتصال بفني مختص لفحص السيارة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.